سيادة الفريق، أهلا بيك فندم. سلامات زمن الكورونا. أهلا وسهلا. أولا يعني لو الواحد فضل يقول قد إيه بيبقى فخور اللي بيبقى في المكان ده مش هعرف. صحيح. وأنا قلت قبل ما حضرتك تنورنا في المقدمة إنه مفيش إجابة حقيقية عن سر غلاوة ومعزة قناة السويس على المصريين. سحر المكان. صحيح. سحر المكان، سحر. أول ما بتيجي هنا تشعر أنت في مكان تاني خالص. والتاريخ بقى الدي إن إيه المصري. يعني تاريخ مصر طبعا. مفيش تفسير منطقي. تفسير صحيح. عاطفي بس. ايوه صحيح والله. غير الفلوس وغير الاقتصاد غير كل حاجه. السياسه غير كل حاجه. انا متشرف ان انا موجود مع حضرتك النهارده. ده الشرف لينا يا فندم. هنعتدي على وقتك على قد ما نقدر، وقت قليل قوي. لا يا فندم تحت امرك. بشكرك عليه مقدما. تحت امرك. اتفضل يا فندم. احنا هنا في بدايات مراحل التطوير الجديده. صحيح. الاتجاه ده زي حضرتك صححني. صحيح كده تمام. احنا الاتجاه ده اللي هيبقى مشروع ال 10 كيلو الازدواج الجداد. تمام ان شاء الله. صح؟ تمام. حاسس شخصيا بانه رب ضاره نافعه في اللي حصل في موضوع ايفر جيفن؟ طبعا. طبعا، لان اولا هي وجهت النظر لمصر والقناه السويس مره اخرى. هي طبعا اهميه قناه السويس هي معروفه، معروفه العالم كله. لكن هم كان جالهم فتره كده، كان بقالنا فتره بيتكلموا على انحصار دور قناه السويس وان في طرق بديل. وانا كنت بتكلم دايما اقول مفيش منافس لطريق قناه السويس. فكانوا مصممين برضه يقعدوا يقولوا، وانا كنت اقعد ارد اقول لا ده كذا وده كذا. لكن لغايه لما جت بقى الموضوع دوت حصل فعلا، بقى توجهت نظره كل الناس بقى قلقانين. اراضي القناه قفلت، السفن بتاعتنا هتعمل ايه؟ التجاره العالميه، طب النقل البحري، الله الله كل حاجه، كل حاجه. من القمح للمايكرو تشيب للالكترونيك، حتى الوحدات العسكريه، حتى الوحدات العسكريه اللي عايز تعمل الجنب. احنا وقف عندنا 422 سفينه انحصرت في الفتره اللي هي بتاعت الست ايام دول، ما حدش فكر فيهم ان ياخد طريق بديل لما كان عندهم واقفين ولا مش حاجه. يعني احنا فعلا زي ما حضرتك بتقول ان لا، رب ضاره نافعه. بعدين خلينا ناخد بالنا ان احنا ممكن نعمل حاجات نحسن بيها ونقلل المخاطر، نعمل حاجات نزود بيها قدراتنا من ناحيه الانقاذ. كل ده فعلا من زي ما حضرتك بتقول كده، رب ضاره نافعه. سلوك البني ادم دايما انه ما يعرفش قيمه الحاجه الا ما تتهدم. صحيح. بس احنا عارفين قيمتها. الكره الارضيه كلها. قناه السويس احنا عارفين قيمتها. لا انا بتكلم على الكره الارضيه. على كل المستفيدين. صحيح. اتفضل يا فندم. احنا حاطين تعليق بقى. معلش ده.